تحية صباحية متجددة مليانة محبة وسعادة لكل الناس اللي انضمت لحضور حلقتنا اليوم من صباحات سودانية. الفقرة القادمة حاجة جميلة جدا، ظريف انه الواحد يكون عندها علاقة بجانب الفنون، ظريف انه الواحد يكون خلينا نقول يا مازن هم ماذا الواحد هم ظريف انه يكون مبدع، دي حاجة اصلا حلوة شديد يعني انه ظريف انه الواحد يكون مبدع برضه. طيب لكن بتبقى تفاصيل الإبداع بس هي صعبة في إنك أنت كيف تقدر تطلع حاجة مختلفة، كيف تقدر تطلع حاجة غير تقليدية، كيف أنت تقدر أو تلقى زول أصلاً يساعدك على الحاجة دي ويضيف كل الجمال والألق للحاجة أنت بتشتغل. يعني إحنا بقى ضيفنا الأول هو ما ضيف، ضيوف مجموعة من السيدات. إحنا دائماً الزول السيدة اللي بيكون بتعمل شغل، إحنا في مجتمع ذكوري خلينا نعترف بالحاجة، فإنه تكون في سيدة أكثر. ممكن تكلم معي؟ طب نهائي خلاص نناقش هذه بعدين. طيب في انه يكون في سيده بتقدر انها هي تبدا تاخذ بصمتها، في سيدات مبدعات كثير لكن دائما احنا يكون في سيدات مبدعات بتحب ان احنا ناخذ عليهم بصمه ونعملهم بين قوسين عشان يكونوا ظاهرين يعني. فاحنا الليله معانا مجموعه اسمها ليديز ارت، هم ضيوفنا الليله في الاستوديو. خلينا بقى نتونس معاهم ونعرف هم عملوا شنو بالضبط. استاذه عايده هي توليدس ارت، هي ام استاذ عايده، هي الام وشغاله مع بنات يعني، فده المميز زياده كمان. ليه ما تقول بنات شغالين مع احنا حنكتشف تفاصيل الحاجه دي ان شاء الله. طيب استاذه سلمى ابراهيم برضه، اهلا بك استاذ عايده ووالدتك، صباح الخير عليكم. اهلا صباح النور، كيفكم؟ نورينا الليله صباحا. الله ينور بوجودكم، شكرا لك. احنا في مجتمع ذكوري ولا لا؟ نعم معي في الكلمه دي ولا مع تسنيم؟ السودان مجتمع ذكوري، لكن احنا حنغير الفكره دي. حنغيرها ان شاء الله. جميل، واحده من الحاجات التفاصيل الجميله اللي انتم عايزين تضيفوها في الحياه عموما او في مجتمعنا، كون انك انت تدخل تفاصيل جديده، دي حاجه ممكن تكون مختلفه. يعني احنا الديكور تزين بتفاصيلكم بلمساتكم الرائعه اللي احنا هسه شايفينها، دي واحده من اجد الحاجات ممكن تكون حاصله، يعني زي ما بيقولوا تقليعه بالسوداني كده. عايزين نقيف ونتعرف على تفاصيلها من خلالك يا امنا. والله اول حاجه ارحب بكم وشكرا جزيلا يعني على الاستضافه دي، ان شاء الله نكون خفيفين زي المشاهدين والمستمعين. الحقيقه الحاجه دي هي يعني يمكن تكون اول مره في السودان تماما، ما حصلت قبل كده، ومن حاجه بسيطه جدا يعني الواحد بيطلع له حاجه جميله يعني. الفكره كلها في الفكره ذاتها صح؟ انت المواد اللي بتستخدمها مش نفس العاده يعني، الحاجات البسيطه اللي احنا شايفينها دي بتعملها يعني ضروري نقولها يعني بدون تفاصيل بسيطه كده. والله هي مواسير حقت البي بي سي فعلا؟ ابدا ما توقعت الحقيقه حقيقي بدون ما شاء الله بتتخرم كده بآله يعني تعمل الشكل الجميل. يا سلام، بآله معينه بآله معينه نعم تطلع منها الاشكال اللي احنا شايفينها. نعم يلا، انت ما توقعتي تكون حاجه زي كذا؟ لا نهائيا طبعا، حقيقي جيبي صحي بجد فعلا يعني معظم الناس كانوا فاكرين انها جيبي صحي فعلا. ناس كثير يعني بقول لنا الحاجه دي دورتوها كيف، ولا الحاجه دي شنو هي، عباره عن حديد، عباره عن شنو يعني، ما في زول قدر عليها يعني يعرفها. نعم لكن تمام، لا حاجة احنا اشركنا كمان معانا الجمهور كونه انه دي ذاته ممكن تكون واحده من الرسائل، انك انت من ابسط الحاجات بتقدر تضيف جمال، لكن بس يكون عندك شوف مختلف للاشياء اللي حولك عشان ما تقدر تضيف عليها جمال وتستخدمه كمان في زينه ممكن تكون متناسبه. طيب يا استاذ عادل، شفت شنو في المواد يعني المواسير بتاعت البي في سي دي، شفتي فيها شنو انه ممكن يطلع منها يعني المبدع ده يكون عنده نظره؟ والله شفتها نظره تتكلم لها كيف؟ انا الحقيقه ما اقترحتها انا يعني، انا شفتها اوكي اي شفتها وعملنا شفنا يعني سوا مع بعضنا وسلمى وحبينا الفكره يعني ووصلنا فيها عملناها. جميل. طيب سلمى، فكره زي كده انه تخيلي صعب جدا انك انت تضيف فيها تفاصيل جميله وتحولها من خلاص حاجه منتهيه لمنحوته جميله وممكن تستخدم كاضاءه وممكن تفاصيل ثانيه. عايزين بقى معاك نتعرف على تفاصيل الدقيقه جدا، لان هي اللوحه دي بتطلع كيف من لحظه ان هي ماسوره لحد ما احنا زي ما شايفين ان هي جنبك منحوته رائعه واضاءه ممكن تكون زي ما قلنا بتضيف كل الجمال. تمام، اول برضو ارحب بكم وشكركم لاستضافتكم لنا في البرنامج الجميل ده. اهلا بك. الاباجوره هي صراحه بتاخذ مننا وقت طويل يعني عشان نجيب التصميم وبنرسمه في الاباجوره وبنقعد بنشتغله بالمكنه يعني قده في التفاصيل. ففي واحدين بياخذوا معانا لغايه 5 ايام يكون شغل بس عشان مثلا الاباجوره صغيره. بعدك بس بعدك بيكون في مكنه بنعملها بولشينج بس ننظفها من برا كده وتكون جاهزه ان شاء الله. وبتعتمد دائما على الاضاءه اكثر حاجه هي بتظهر الجمال حق الاباجوره. في اباجورات ثانيه ان شاء الله تشوفوها في المعرض لو شرفتونا. عم مهتمين على الانوار كمان، في اشكال مختلفه
إضاءة باللون الأخضر واللون البلو واللون الأحمر، فبرضو بتحكس من الأباجورة وبتدي شكل مختلف. إحنا كنا عايزين نجيب منها هنا، لكن قلنا ما نحرقها لغاية ما تجينا في المعرض إن شاء الله. طيب نشوفها عليها. يعني عملنا معرض الحاجة دي. أيوة. بعد كده عرضتها في معرض للناس. أيوة. الناس كان كيف بقى على الحاجة؟ والله هي المعرض كان قبل شهر وفتره بسيطه، فكان اقبال كان كبير جدا على الناس، وهم اللي شجعونا ان احنا نعمل المعرض الثاني ونطلع بالفكره حقتنا دي قبل ما يعني عشان تثبت خلاص انه هي دي اللي احنا جينا بالفكره دي في السودان. فبالتشجيع بتاع الناس الاهل والناس اللي في الفيسبوك واللي دخلوا معنا في الجروب، فقمنا قررنا نعمل المعرض الثاني ان شاء الله. عملنا الاسم ليديز ارت، و وان شاء الله يكون على قدر ما الناس خدت له ويكون حاجه جميله. شوف كيف مع واحد يشتغل مع امه دي صعبه والله. بالعكس بالعكس والله، دي اكثر حاجه مريحه اني شغاله مع امي، لانه يعني بتمتص مرات لما اكون انا مثلا متنشنه او متضايقه ولا اي حاجه، فالشغل مع بعض بنكمل بعض فيه، فبالعكس حاجه جميله جدا يعني. دي حاجه برضو رائعه. طيب استاذه عايده، عايزين نتعرف من خلالك انه انت اصلا عايشه بتفاصيل معينه وتفاصيل النحت وكده، فكره انه بناتك يكونوا معاكي في الحاله دي، هل انت سكتيهم للجانب ده ولا هم من نفسهم لقيت ان هم كمان لا ممكن يكونوا فنانين فقدرت تستغل الحاله دي فيهم وتعملوا الجروب الرائع ده؟ والله هم ما شاء الله فنانين يعني. الحمد لله. سلمى دي من هي صغيره كانت بترسم على اي حاجه تشوفها يعني، كانت ترسمها حتى عندنا واحده، انا كان عندي واحده قاعده علمتني الرسم على الثوب، فكان بتقول لها بيكاسو الصغير. يا سلام. اي فاخذت لها فتره كده قامت وقفت اي حاجه. اي لكن حاسه ثاني الحمد لله رجعت، وحباب برضه نفس الحكايه برضه عندها الموهبه حقت الرسم، ترسم على الثياب على الطرح على كوشنز، حاسه عامله لها كوشنز وكده. اكيد برضه لها التحيه، هي مشرفانا داخل الاستوديو. لكن ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. وفاء العيله كلها ما شاء الله. بذات زمان الله يديها العافيه كانت في الجزيره، فكانت طوال تدخل مسابقات في الجناين، كانت طوال تجي الاولى. يا سلام يا اخي. تنسيق الجناين وكذا. هذه تفاصيل ذاتها جميله. كانت تجي الاولى. شو القصه يعني عندنا ممتازين. فنانين. هم طيب من زمان انت لما كانوا بيعملوا حياتي كنت بتشجعين؟ انا بشجعهم جدا. سلمى دي يعني كانت بترسم وبترميهم، انا كنت بشيلهم وببرويزهم وبخطهم ليها وهنا يعني، حد حاسه في حاجات منهم قاعده. طيب. لكن كانت اهملتهم كده لفتره، وكانت حاسه الحمد لله. هي كانت فعلا بس كان الموضوع اكثر من يدرسوا الحاجه دي. سلمى درست ساره الاصغر من سلمى درست فنون، لكن يعني يا دوب هسه بدات تمشي في الفكره دي يعني. جميل. فتره خلينا نقول ها. جميل. فتره اي انه صعب انك انت تقدر مكان تنمي فيه موهبتك او كده، لكن طبعا يعني الحمد لله هي الوالده مدياكم مساحه وبراح اكثر عشان ما تقدروا تجربوا تقدروا تضيفوا كل الجمال ده. قد ايش ممكن تكون حاجه دي مريحه وبتحسيها زي ان هي مكان قادر يستقبل موهبتك الرائعه دي؟ والله اصلا حكايه النزول في البيت اعمل تصميم براه على زوجه على حسب الحاجه اللي هو نفسه فيها، فدي كانت يعني اكثر حاجه كانت عجباني في ماما، يا الشبابيك حقه البيت، الكبابي، الصحانه، يعني اي حاجه في البيت عندها لمسه بتدخلها فيها، فدي اكثر حاجه انا خلتني انا احب انه انا ذات انا في بيتي اقوم اعمل تغيير اغير الحاجات دي، فهي دي اكثر حاجه حبزتنا وشجعت فينا ان احنا نحاول طبعا ما نكون زيها، لكن المهم محاولات نصل نصل بمستوى يعني ان شاء الله. الطرف الاخر بقى في البيت. ايوه. يعني اذا كان الزوج او زوجك لو انتم متزوجين دعمهم كيف للحياة؟ والله داعمنا شديد، انا يعني الاثنين ازواجنا داعميننا شديد. الله يرحمها برضه زوجها داعميننا شديد يعني. انا عملت قبل كده كذا معرض، عملت معرض بتاع جبس وعملت معرض بتاع زجاج ومرايات، رسم على زجاج ومرايات في قاعة الصداقة، فكان ابراهيم زوجي كان هو شجعني على البيت. انا كنت بس بشتغل وبخطهم يعني في البيت، ما كانت عندي فكره معرض ولا كده. فلما كترت القطع قام يوم جاب لي دكتور نصر الدين شلقامي في البيت، فقال لي خليه يشوف حاجاتك دي، لو فعلا بتستحق تعملي معرض ممكن تعملي معرض. فوجا يعني بحث شديد ما شاء الله خليك واسطه. اي فاي هو ما شاء الله اكثر زول مشجعنا في الموضوع ده، يعني اعمل معرض. حاسه ده بالنسبه للمعرض الرابع انا حسيت. جميل. طبعا عايزين نجيب الطرف الثاني بيشجع يعني. دي واحده من اجمل حاجات. مؤسسه كامله يعني عشان تنجح لازم يكون فيها طرفين يعني بيتبعوا بعض يعني. نعم. طبعا عايزين برضه نجيف على التفاصيل الثانيه غير الاباجورات اللي ممكن تكون بتدعم المنحوتات، شنو ثاني ممكن من التفاصيل الجميله انتم بتقوموا بها كجروب؟
مع بعض كلنا يعني حس تقريبا بس يعني انا وسلمى حس شغالين في الابيجورات دي مع بعض. سلمى عندها لوحات برضو بتعمل لوحات براها، انا ما شغاله معها. رسم على الاثاث برضو تبع التفاصيل دي في على ترابيز برسم على الترابيز حقة الخشب وفي على القزاز وفي لوحات، في على الفازات برضو بلون عليها. طيب المعرض الجاي هل هتخصص له شكل معين ولا يعني مثلا منتج معين وحاجه واحده انتم بتعملوها، ولا هتخلوا فيه كل الحاجات؟ كل الحاجات، كل الحاجات، مجموعه من الحاجات. طيب كل الحاجات يعني حيكون من الترابيز والأباجورات، وماما بتعمل في كبابي وصواني برضو بترسم عليها وتنحت، وحيكون وحباب برضو عاملة كوشنز وطراح وتياب بتعمل تصاميم، فحيكون يعني عامل كوكتيل يعني. طيب المعرض الجميل الكوكتيل ده عايزين نعرف تفاصيله عشان انا ومازن وكل الناس اللي بتتابعنا تشرفونا ان شاء الله عند المعرض. ادونا تفاصيل عنه ان شاء الله. فكره الجمعه والسبت حيكون يومين من 11 صباحا ل 10 مساء. اليوم كله مفتوح يعني في دار المهندس. دار المهندس شارع 7. اوكي ان شاء الله مازن تشرفونا ان شاء الله. بدري شيء جمعه والسبت ان شاء الله. خلاص هاي حنجي تشرفونا ان شاء الله. ان شاء الله لكم ان شاء الله بكره التوفيق. الله يخليك. الحاجات الجميله دي بجد يعني تستحق ان الناس يشوفوها يعني. احنا ليش بنقفل الاستوديو لكن حابين بكره نشوف باقي الحاجات يعني. ان شاء الله الله يخليك. استاذه عايده عليا الحلو، انت مؤسسه مجموعه ليديز ارت، واستاذه سلمى ابراهيم اهلا بك برضه ليديز ارت. شكرا جزيلا لك الليله، شرفتونا في صباحات سودانيه. شكرا لك. تسلم. الله يسلمكم. اهلا بكم شديد. خلينا نقول مره ثانيه ان شاء الله رب يوم سعيد عليكم. ان شاء الله دائما عايشين في نفس التفاصيل الجميله دي وبنفس الحماس وبنفس الطاقه الايجابيه والابتسامه وكل السعاده لكم. شكرا. شكرا لك. الله يسلمكم. شكرا لك. تسلم يا رب. عارف يا مازن زي ما احنا ذكرنا انه تفاصيل الفنون والجمال دي هي جانب متوسع جدا خالص خالص. سينما والفن دي غير تخليها لي بجنبها بعدين ما انا لا ما هي عينك. انا